الاستفسار انه من انتم يعني. بس ما كان في احد يعترض، ما كان في احد يعلن اعتراضه او يزجركم او ينهاكم عن هذا؟ انا نفسي شخصيا لا. وانتم وجيهه في الشارع؟ لا لا ابدا، كان في قبول شديد، لكن لاحظنا لان دخلنا في احدى المراكز التسويق الى صاله تدعى صاله نساء. الصاله هي موضوعه فقط للنساء لانه يرتاحنا وياخذنا يعني قهوه او شاي. لما دخلنا راينا امراه مرفهه، يعني يظهر عليها انها مرفهه، فتحدثنا معها فقالت لا لا احتاج، انا عندي سائق ولا اريد. لما حين قلنا لها هل تؤمنين فيه كخيار؟ لا، لماذا يوضع خيار اصلا؟ لا نريد ان نسوق. يعني لا تشعر بالمعاناه، لا تقف تحت الشمس الحارقه من اجل ان تحصل على مواصلات او تنتظر سائق او تاخذ تاكسي. لكن واحنا خارجين من الصاله هذه، المراه التي تعمل تفتح الباب سالناها نفس السؤال، ما رايك بقياده المراه؟ قالت انا في حاجه لها، انا وابنائي يذهبون للمدرسه وادفع يعني نصف راتبي من اجل ان اوفر لهم مواصلات. هنا الفارق مثل ما قالت هذه من السخريه، يعني يتهمونا من ان احنا طبقات المخمليه، شوف الكليشيهات الليبراليه، الطبقات المخمليه اللي كلها مهم انهم يسوقوا سياره، ما انتبهوا يعني من وين راح تجيب تدفع ثمن سياره ام تدفع نص راتبها للسائق، يعني تقسط سياره لها وتسوقها هي ام تدفع نص راتبها للسائق. يعني هذه من التعليقات اللي صراحة الآيرات تدفع السائق وتدفع أيضا تقسط السيارة، تقسط السيارة ملكها، تقسط السيارة ولكن تضطر يعني تدفع للسائق. والمشكلة في السائق أنك يعني تكون مسؤول عن إنسان نومه وأكله وشربه وتحركاته ومرضه وصحته، فهذه ليس بالأمر السهل، خاصة حين تكون امرأة عندها التزامات، أطفال، مطلقة، أرملة، عندها أب كبير السن تحتاج إلى الاهتمام بأمها. يعني لماذا الافتراض أن كل امرأة في حياتها رجل؟ لماذا هذا الافتراض؟ أو كل امرأة في حياتها رجل مستعد أن ينقلها من مكان إلى آخر؟ طيب ابتهال، هل تدركون بأن معظم الذين يعترضون على حملتكم هم من أصحاب التوجهات الدينية؟ هل أصحاب التوجه الديني أو الرجل الذي يخشى من منافسة المرأة ويشعر أنه تفتقد، يعني ستسحب منه البساط من السلطة، يراها مسألة سلطة، مسألة تحكم بالمرأة، يعني مش يكون ممكن اللي هي قيادة الرجل فيها ذل ولا قيادة المرأة؟ لا، أن المرأة تستجدي من أجل أن تسترزق، تستجدي رجل أن يوصلها ويأخذها لمكان العمل، أو تستجدي رجل أن ممكن يكون مثقف، يعني ممكن ما يكون شخص ديني أو كذا، بس يكون شخص واجهتم مثقف. واجهتم اعتراضات من شخصيات مثقفة مثلا؟ من شخصيات مثقفة واجهنا الصمت تمام، تجاهل، يعني مثلا شخص يكتب بجريدة قبل عفوا أسبوعين قيادة المرأة ولا ننتظر اسمه، يعني ما وقع معنا الأسماء، يعني أخذوهم مسألة وجاهة أو كذا أنه يحكي عن حقوق المرأة، لكن وقت الفعل، وقت المجال جد ما وجد. ليش ما تعتبرين أنه هو أيضا يعني القائمة ليست هي الوسيلة الوحيدة للمطالبة؟ هناك يعني من يكتب في النهاية، من يكتب في النهاية في ذات الموضوع هو يعني يعرض نفسه لكل إشكاليات. هذه حقيقة، لكن الدعم اللي نحن نريد أصوات، مثل ما قلت لك يعني أصوات مهمة ومعروفة ولها دورها في المجتمع ولها جمهورها. حين إذا أنت كاتب وأنا قارئة لك وتضع اسمك على عريضة، سأتجه لنفس التوجه وسأضع اسمي، لأننا نحتاج إلى جمهور، نريد أن نثبت للعالم أننا لدينا جمهور. لكن أنا أعود لقضية النساء المثقفات والكاتبات بالذات، مثل ما قلت لك لديهم شعور بالخيبة، لذلك لم يشارك، معظمهم كان رفضهم لهذا السبب، وبعضهم اعترضنا على من كان لديها شعور بأنه هذه القضية ليست مهمة تحتفظ برأيها لنفسها، كان هذا لديهم اعتراض على هذه الصيغة. وأنا أعتقد هل ترون أنكم تحمستم أكثر من اللازم بهالصيغة؟ كم ممكن أنا أعتقد أنا سوف أقول لك، لأن أنا لدي تجارب كثيرة مع النساء اللاتي يترددن عن عمل شيء ينشرن هذه الثقافة بشكل عجيب، خاصة حين يكون من النساء المعروفات ولهم اسم في المجتمع. وكنت أنا حين ذكرت هذه الجملة كنت أحاول أن أتفادى هذه القضية، لأنه نحن نحتاج إلى دفعة، لا نحتاج إلى من يرجعنا إلى الوراء ومن يخيب آمالنا أو أنه يعمل بصورة غير ربما لا يعنيها، لكن يعمل بصورة مضادة لنا. جميل. فكان هذا نوع من التنبيه فقط. ابتهال مبارك، الصحفية السعودية، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أقول قيادة المرأة للسيارة، نقول الآن بكرة
نقود السيارة، على الأقل نريد أن نرى مشروع الآن في سنتين على الأقل على العيد على الأقل يعني نريد أن نرى التحرك بهذا الأساس، نفتح مدارس تعليم سياقة قيادة المرأة، على الأقل تكون فرصة أن ننظر لنظامنا القوانين المرورية وطرقنا التعيسة مثلا في جدة يعني. وبالأسف بالنهاية هي مسألة قيادة المرأة هي خيار، التي لا تريد أن تسوق لا تسوق، على الأقل إذا نضطر نجيب سائق تكون سائقة بدل يكون سائق أجنبي. طيب وجيهة، أود أن أسأل سؤال أخير قبل أن أختم هذا البرنامج، هل لديكم النية لقيادة المرأة للسيارة قبل أن تتم الموافقة كشكل من أشكال ممارسة ما تعتبرونه حقا؟ لا أعتقد، لأن احنا لا نريد أن نفقد جمهورا أولا، ولا نريد أن نصطدم بالسلطة، ونعتقد أنه القرار سيأتي قريبا، وأملنا أن يكون أقرب مما احنا نعتقده. لكن القضية اللي تهمنا جميعا أن هذا حق للرجل والمرأة معا، وليس فقط للمرأة، لأن احنا سوف نرفع العبء عن الرجل، فيجب أن يساندنا أيضا في هذه القضية. شكرا وجيهة، شكرا أبتها، شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، يترككم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.